السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو الجديد. إذا كنت أول مرة كتشاهدوا هذه القناة، ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، الزر الأحمر اللي كاين أسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش تبقوا توصلوا دائما بالجديد ديال الموديلات الجلابة والقفطان المغربي، وكذلك الجديد ديال الأتواب. اليوم عندنا تشكيلة راقية ديال الراندة المغربية، الجلابة والقفطان. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ضغطوا على زر الاعجاب، زر لايك، كتشجيع لنا على الاستمرار والبحث دائما عن الجديد ديال الموديلات. جلابة بالقفطان مخدومة براندة عريضة، ادريس في القب وفي الكمام. قفطان بالتوب ديال جوهرة مخدوم براندة عريضة، كذلك قفطان بالتوب ديال جوهرة، قفطان بالتوب ديال جوهرة مخدوم براندة عريضة مع دريس في الكمام، كذلك قفطان بالتوب ديال جوهرة مخدوم براندة عريضة مع دريس في الكمام وفي الكول. كذلك قفطان بالتوب ديال جوهرة، جلابة بالتوب ديال كريب مخدومة براندة رقيقة مع الطرز الرباطي، قفطان بالتوب ديال جوهرة مخدومة براندة رقيقة مع دريس في الكول وفي الكمام. الموديلات راقية ديال الراندة المغربية، نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب، زر لايك، كتشجيع لنا على الاستمرار والبحث دائما على الجديد. جلابة بالتوب ديال المليفة مخدومة كذلك براندة عريضة ومن بتاب العقيق مع أدريس في القب وفي الكمام. موديلات راقية ديال الراندة المغربية. دائما الموديلات الاستفادة والتعرف على الجديد ديال الموديلات الراندة المغربية. قفطان بالتوب ديال جوهرة مخدوم براندة عريضة، كذلك جلابة بالتوب ديال جوهرة مخدومة كذلك براندة عريضة مع دريس في القب وفي الكمام، جلابة بالتوب ديال كريب، قفطان بالتوب ديال جوهرة مخدوم براندة عريضة ومنبت بالحجر المهرس مع دريس في الكمام. كذلك قفطان بالتوب ديال الجوهرة مخدوم براندة عريضة، جلابة بالقفطان، جلابة بالتوب ديال المليفة مخدوم براندة عريضة، قفطان بالتوب ديال الجوهرة مخدوم بالكروشي، كذلك قفطان بالتوب ديال الجوهرة مخدوم بالكروشي. الموديلات ديال الكروشي في التوب ديال الجوهرة، قفطان بالتوب ديال الجوهرة مخدوم براندة عريضة. الموديلات راقية، كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. قفطان بالتوب ديال جوهرة، جوهرة مبرة مخدومة براندة عريضة، كذلك قفطان بالتوب ديال جوهرة مخدوم براندة عريضة، قفطان بالحزام،
ديالك جلابة بالتوب ديال الكريب، جلابة بالتوب ديال الكريب مخدومة براندة أعرضة، ومنبتة كذلك وردة بالحجر مهرس. قفطان بالتوب ديال الجوهرة، كذلك جلابة مخدومة براندة عريضة مع ضريس في القب وفي الكمام. قفطان مخدوم براندة عريضة منبت بالعقيق، كذلك قفطان بالتوب ديال الجوهرة مخدوم براندة عريضة مع ضريس في الكمام، جلابة بالقفطان، جلابة بالتوب ديال الكريب مخدومة خدمة رقيقة ديال الراندا مع دريس في القب وفي الكمام. قفطان بالتوب ديال الجوهرة، كذلك قفطان بالراندا عريضة مع دريس في الكول وفي الكمام، الموديلات راقية ديال الراندة المغربية. دائما الموديلات للاستفادة والتعرف على الجديد ديال هاد السنة هذه، الموديلات راقية ديال الراندة. جلابة بالتوب ديال الكريب مخدومة بالراندة عريضة، كذلك قفطان بالتوب ديال الجوهرة، قفطان بالتوب ديال الجوهرة مخدوم براندة عريضة، خدمة راقية ديال القفطان المغربي. لبسة تكشيطة بالقفطان. كذلك قفطان بالتوب ديال الجوهرة مخدوم براندة عريضة مع دريس في الكمام وفي الكول، منبت كذلك بالعقيق. ما تنساوش الى كنتو اول مرة كتشاهدوا القناة اشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، الزر الأحمر اللي كاين أسفل الفيديو، فعلوا زر الجرس باش تبقوا توصلوا دائما بالجديد ديال الموديلات الجلابة والقفطان المغربي، وكذلك الجديد ديال الأتواب. ما تنساوش إلا عجبكم الفيديو ضغطوا على زر الإعجاب زر لايك. جلابة بالتوب ديال الجوهرة، جوهرة مبرة خدومة براندة عريضة، من بتا كذلك بالعقيق.